التيار الصدري على مدار كل هذه الأشهر طرح مواقفه بشكل علني، بالمقابل الإطار أيضا طرح مواقفه بشكل علني، وبالتالي يعني قد يسأل سائل ما الجديد الذي ستأتي به هذه المناظرة؟ المعروف يعني المناظرات تأتي بين شخصين متنافسين على منصب معين، انتخابات، سباق انتخابي. طب انت انتخابات حصلت وتيار الصدر صعد البرلمان وبعدين انسحب، وبالتالي يتناظرون على شنو؟ هي نعرف أستاذ أحمد أن المكون الشيعي في خلاف وشقاق كبير، وهذا الشقاق خطير جدا، يمكن أن يهدد السلم المجتمعي، الأمن بشكل عام، وليس في العراق. يعني لو لا سامح الله دخل المكون الشيعي أو الأطراف الشيعية في صراع عبر الشارع أو صراع لا سامح الله مسلح، سيهدد الأمن في كل المنطقة ويمكن في جزء كبير من العالم. لذا مثلا الموضوع ليس بالهين، فيعني موضوع ليس أنه مثلا على منصب معين، وإنما هو على قيادة المكون، قيادة الذي يسمونه المكون الاجتماعي الأكبر في العراق. التيار على السيد الصدر يحاول إبعاد أو مثلا إخفاء بعض الوجوه الكلاسيكية داخل المكون الشيعي من الإطار التنسيقي، والإطار التنسيقي يستميد من أجل بعد انسحاب السيد الصدر من أجل تشكيل الحكومة. لذا فالموضوع فعلا موضوع كبير وقيادة عمل سياسي كبير في العراق. لذا فالمناظرة العلنية كما قلت هي ورقة أخرى من أوراق السيد الصدر، يعني لا نحن نحكم بخطئها وصوابها، لكن هي ورقة مطروحة، وعلى الإطار التنسيقي الإعلان عن الموقف كما أعلن الصادقون. يعني هناك الكتل الكبيرة داخل الإطار التنسيقي، ائتلاف دولة القانون، السيد العامري، السيد العبادي، بقية المكونات، يعني على طرح الموافقة وإبداء الموافقة في دخول نعم. مناظرة علنية. يعني هذا يمكن أن تكون كما قلت خطوة متقدمة في حسم الصراع بين الطرفين.